أعلن برشلونة ضم أنطوان غريزمان بعد دفع الشرط الجزائي لفسخ عقده الدولي الفرنسي مع أتلتيكو مدريد. ونشر النادي الكتالوني بيانا أكد فيه انضمام غريزمان إلى صفوفه بعد دفعه 120 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي على أن يوقع اللاعب عقدا يمتد للسنوات الخمس المقبلة. بالنسبة للنجم الفرنسي ليدافع عن ألوان برشلونة، لكن غريزمان برشلونة أقل من غريزمان أتلتيكو، هذا واضح للجميع. بالتأكيد أن الأمر يبقى صعبا جدا في وجود فريق جديد وبيئة مختلفة بعض الشيء، وأيضا في وجود ميسي وسواريز ربما يحتاج إلى مزيد من الوقت للاندماج بشكل أكبر. الشامتون الشامتين مثل ما يقول لك، إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيق، فقل للشامتين بنا أفيق، سيلقي الشامتون كما لقينا. الله على اللمسة، سحرك يا غريزمان، سحرك بدأ يظهر يا غريزمان، سحرك في اللقطة الأخيرة. شنو هذا؟ شنو هذا يا غريزمان؟ إيش عملت يا غريزمان؟ شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. فانا غريزمان، يا سلام يا سلام، شنو هذا؟ شنو هذا يا غريزمان؟ استمتع، ابدع، ابدع، يا عيني يا عيني، اديك الفرنسي يصيح. بايني على غريزمان وفرنسا غريزمان، غريزمان انا باكل سوبرمان، الله يا غريزمان سوبرمان، الله يا غريزمان حاسم غريزمان، الا ما اقول من لحظات انه حاسم في المباريات المهمه الصعبه. غريزمان اللي يقدم موسم مذهل، 7 أهداف في 12 مباراة مع اسيست، مع كثير من الذكريات الجميلة، مع العطر الفرنسي الجميل، مع المهارة العالية. دخل أهلينا قلوبهم، أصبح معشوقهم. عادي جدا التمريرة غريزمان، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ نعم 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 نعم، يترجم ما يترجم، يترجم ما يترجم، إنه 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 غريزمان يا أخي، يعيدك إلى كرة القدم، نعم يعيدك إلى كرة القدم. سحرك يا غريزمان، سحرك يا غريزمان، سحرك يا بارسا. الكل يعرف بأنه سيسجل وحده، يعرف متى وكيف. غريزمان، غريزمان دائما كان هكذا حاسما غريزمان، هدف جميل. ممتاز اليوم، ممتاز جدا اليوم، وقت ما يحضرش ميسي ويغيب سواريز وحده يتدلل يتدلع ويفرض لونه الفرنسي الرائع أنطوان غريزمان، اللي الان تحت سيام الانتقاد، تحت سيام النقد.